ما عم نسطح نقاش، بس مع احترامي لرأيك يعني بتضل الروح عزيزة والحياة غالية يا أخي. لا يا سيدي كلامك مو صحيح، والدليل على صدق كلامي أنه معظم سجون العالم بياخدوا احتياطات شديدة مع الناس المحكومين بالسجن المؤبد حتى ما ينتحروا، وأنا واثق تماماً أنه أي واحد محكوم بالسجن المؤبد ما بيتوانى أطلاقاً أنه يوضع حد لحياته بالانتحار عند أول فرصة بتصحله. لك يا أستاذ أسعد، يا أستاذ أسعد افهمني مشان الله، أنا دارس علم نفس جنائي وعلم النفس الجنائي هلأ من شان الله اتركني من علمك النفس الجنائي واترك لي حكي الكتب على الرف وجاوبني على سؤالي. اتفضل. هلأ أنت لا سمح الله ارتكبت جريمة كبيرة وخيروك أنه يحكموك بالإعدام أو السجن المؤبد، شو بتختار؟ هلأ أنت ليش عم تسأل أسئلة صعبة يا أستاذ أسعد؟ لحنا أولاً وآخراً. بترجاك لا تتدخل يا رياض وخليه جاوبني على سؤالي. اتفضل، شو بتختار بقى يا جهبز؟ شو بدي اختار يعني؟ المؤبد طبعا، ما احلاني وعم اقول لهم تعالوا اعدموني، ليكوا على الحكي الفاضي ليكوا. حاجة بقى، انت عم تحكي الحكي لانك ما جربت السجن. ليش ضروري يا اسعد؟ سمعنا طالب، وانا واثق من ثالث او رابع سنة رح تصرخ وتقول دخيلكم يا ناس تعوا اقتلوني وخلصوني من هالعيشة. وشو يلي مخليك واثق بهالشكل هاد؟ لانه الشغلة بالعقل مو بالحماس الفاضي. شوف يا أستاذ أسعد، كونك ملياردير ومعك مصاري كتير لا يعني أبداً أنك ملكت المعرفة بالنفس البشرية وبتفهم بكل شيء. يعني أنت اللي بتفهم؟ لا، أنا ما عم بدعي فهم، بس أنا دارس القانون وعلم النفس الجنائي وعقلي. ولك يا يحيى صحيح أنا ماني دارس ومثقف، بس بالرغم من جهلي قدرت أجمع الملايين. أما أنت يا حسرة مثقف وفهمان، وبالرغم من هالشي عايش أندبوري وبتبكي على الفرنك. ولا تنسى أنه الناس بتصدق الغني وبتعتبره فهمان، وبتكذب الفقير وبتعتبره حمار. أسعد أرجوك لا تغمق بالكلام وخلي حوارك حضاري مثل ما بعرفك، ما في ضرورة للشطات. يا جماعة طولوا بالكم، ليش محتدين على بعضكم كل الآن؟ خلونا سهرانين ورايقين، ليش هيك عم توتروا الأجواء بلا مبرر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنا بشي وصرنا بشي، أنا آسف. ولا يهمك أستاذ أسعد، آسف على شو ما صار شي، المهم خلينا بموضوعنا. أنت قلت يا أستاذ أسعد أني ما بقدر أتحمل 3-4 سنين سجن وبعدين بصير بتمنى الموت، مو هيك؟ طبعا. طيب شو رأيك إذا قلت لك أني مستعد أقعد بالسجن 15 سنة وما فكر فيها بالموت لحظة واحدة؟